السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على متابعين ومتابعات هذه القناة العزيز الغالي على قلبي. شكرا على اللايكات ديالكم اللي غطيتلكم ديتكم الجنة، يعطيكم الجنة ونعيمها، ويحفظ لكم والديكم وكل عزيزكم الغالي عليكم. عندك التعليق الطيب والرائع بحال قلوبكم يا أطيب قلوب. خوتي وخواتاتي المغاربة داخل الوطن وخارج الوطن، الله يجزيكم عني خير يا ربي، الله يبعد عليكم شر الأنفس قلة الحاجة والمرض، الله يعطيكم حتى يرضيكم يا ربي آمين. وشكرا على الوقفة ديالكم معايا في هذه القناة، وكذلك اللي عجبو هاد القناة او هاد المحتوى واللي عجباتو هاد القناة ما ينساش يتابونا فيها ويخلي لي واحد تعليق وواحد لايك اللي عجبكم بطبيعة الحال لا فيديوهات. اليوم ان شاء الله غادي نهضروا على الاعتقال تاع الداري بوكريشة، او بما يسمى بما يعرف بقناة أسرة مغربية، اللي بصراحة السمية هذه القناة ديالو فهي والله العظيم والله العظيم إلا وسخ الصورة نتاع الأسرة المغربية عن حق، وخصو يتحاسب والله العظيم، خصو تدخل وتحاسب على هذه الوقاحة اللي تنشر لينا هاد سداري بكري شهادة، وعلى داك المحتوى الرديء وهاد القنوات الصرف الصحي، حيت هذا ماشي هي الأسرة المغربية الحقيقية اللي فيها رجل مغربي بين قوسين. هذا هو الرجل المغربي، راه بنته قالتها، خرجت في واحد الأوديو وتسرب هذا الاوديو، دابا راه كاين في القنوات، اللي قالت لك ما عنده غيره على اهل بيته، ما تيسولها لا في الغداء ولا فين جايه. راجل بغى يدير لينا فيها الراجل المون، زعما راني مفتح، ماشي انت مفتح، انت راك مشتت، راك تشتتي كتار من القياس. واش الاب اللي تيشد بنته وتيصور المناطق تكون جالسه هكا ولا غدا ولا في شي بحر، راكم شايفين هذوك لا فيديو، تيصور المناطق اللي ما زويناش اللي ما خصهاش هي براسها تشد وتصور راسها، هو تيبارطاجيها مع الناس، وتيجلس هو براسو حدا بناتو بواحد اللباس الفاضح على اي بيت مغربي، بالله عليكم واش باكم يجي يجلس حداكم بهذاك اللباس هذاك الفاضح ويتعرى ويجلس هكاك معري، ولا يدخل بالبنوار حدا بنتو يلا خارج من الدوش، ولا بنتو كذلك خارجه من الدوش وجالسه تتماكي وحداه، ولا البنت الاخرى كذلك اللي جايبه لي الماكياج وتقول لي شوفها بابا هذا شنو تنديروا به، شنو نسميوه، هذه شنو العائله، هذه عائله مندوسه صراحه، حيت هذه ماشي هي العائله المغربيه التي تشرف. تبارك الله العائله المغربيه راه البنت ما شاء الله تحترم باه، وربا تحترم البنت، حشومه انها تلبس اللباس الفاضح قدامه، حشومه هو انه يلبس اللباس الفاضح قدامها، هذه العائله المغربيه التي تشرفنا. اما هادو راه تيبارطاجيونا عكس ذلك، وعاجبهم الحال انهم تيوسخوا في الصوره نتاع الاسره المغربيه. المهم قالوا انه تعتقل، ما عرفوش قال لك هما بالضبط الاسباب، ما عرفوش واش تعتقل على بنته او المشكله اللي كاينه زعما ما بين اللي قالت مرته زينه المحارم، او على الطفله ايه اللي غطاس بخوه ما عرفتش شنو المشكل اللي عنده معاها، او على شي سب وقذف لشي حد الله اعلم، او قد تعتقل كذلك على لسانه، ما تعرفوش راه قال لك 48 ساعه عنده، ما تعرفوش ان تعتقل على لسانه انه ما عطاش ولا طول ولا الله اعلم، راه جوج الوليدات الذكور راه مع الام ديالهم الله اعلم، حيت راكم عارفين هذا الاسلوب الملتوي نتاع الناس باش يجيبوا المشاهدات. هنا الا تعتقل على السبب نتاع بنته راه ماشي غير بوحده هو اللي خصو يتعتقل، راه حتى الام، حتى الام، بالله عليكم اصحاب القنوات، لا مع الاب ولا مع الام، الا عندكم ذره نتاع ضمير وحده ولا كنتو رجال عن حقيقيين، هذا الكلام راه هو الحقيقه. واش نتوما تبغيو، انا غادي نعطيكم غير واحد المثال، تبغيو الا شي حد من عائلتكم وكنت نشوف واحد المجمع وجالسين وقلتوا شي كلام، وخرج شي واحد من عائلتكم، ما تكونش الام ما تكونش الاب، وخرج شي واحد من العائله ديالكم وقال هذاك الاسرار نتاع الدار تاعكم، واش يبقى فيكم الحال ولا ما يبقاش فيكم؟ راه تكون واحد القطيعه، تكون واحد القطيعه. هنا الام فاش تخرج وتقول ان عندها زينه المحارم ما بين الاب والبنت ديالها، وان البنت ديالها كانت عارفه انها وقع عليها مشكل وما طلعتش عندها البكاره، ومع ذلك هذه الام ما سعاتش وما جراتش وما بحتاتش وما قلباتش هاد البنت منين وقع عليها المشكل، وديها عند الطبيب، وامتى وقع عليها المشكل، واش جديد ولا قديم، شحال هادي وشحال هادي يعني تاع الوقت باش وقع عليها المشكل، وتجلس مع بنتها واخا تحمر فيها العين وتغوت عليها وما نعرفش شنو دير ليها، تجلس معاها مع شنو دير ليها باش تقول ليها منين وقع عليها المشكل. ولكن لا، هنا الام ما جلستش مع البنت ديالها، ما عرفتش، ما بحثتش، كان عندها داك الكلام عادي وجهها عادي، اشنو وقع؟ حتى وقع المشكل وهاد الاسره كل واحد مشى في حاله، عاد تفجر لينا حنا هاد المشكل، وحتى ولا الادسنس باش ندخلوا الفلوس باش نعوضوا على مشاكلنا الخاصه. ايها لاله مولاتي يا سيدي مولاي، اشنو وقع هنايا؟ نهار الام جرات على هاد العائله هادي اللي هو الاب والوليدات ديالو بربعه، علاه انتيا هنا ما كنتيش عارفه وما كنتيش خايفه على الوليدات ديالك؟
من الاب ديالو. ممكن انت قلتي عندك واحد الصوره ماشي زوينه على هذا الاب مع بنته، انها تتشوف في واحد الحويجات واحد التصرفات ما زوينينش، وكذلك الخادمه ديالك اللي كانت قالت لك راه شي تصرفات ما بين الراجل والبنت ما زوينينش ديالك، ولا حتى العائله ديالك كانوا تيشوفوا واحد التصرفات ما زوينينش، ومع ذلك خليتيهم يخرجوا وجلسوا عام مع بعضياتهم. علاش ديك الساعه ما فكرتيش شنو كان تيوقع بينات هاد الناس هادو اللي هو الاب والبنت ديالك؟ كنتي ساكته، كنتي قاعده، وكنتي في المحتوى ديالك، وكنتي تدخلي في الادسنس ديالك. ولكن هنايا نهار الناس وقفوا مع هذا الراجل هذا وخرج وكرب ولادو من بعد ما وقعوا لي شي مشاكل عائليه فاش كانت داو وليداتو عند الام ديالو، وخرج وكرا وقفوا معاه الناس وما خلاو ما صيفطوا لي فلوس وخلاو صيفطوا لي معان وقفوا معاه حتى وقف على رجلي وكبرت له القناه وكبرت قناه البنت ديالو عام وما جالسين مع بعضياتهم. الناس اللي دابا تتستغباو عاد مشى وتزوج وكون أسرة وعاش ولا لاباس عليه ودار كافي وشرى الديور. لا هنا لا ما يمكنش نطي، رجعتي لي انتي عارفة هاد الشي كل شي اللي عند بنتك، المشكل اللي عند بنتك، وعارفة انه يقدر يكون با هو مول المشكل، ومازال رجعتي لي وتزوجتي بيه وشديتي مليون تاع الصداق اللي خرجت في الطحيبي. علاش؟ انا بغيت نسولك علاش، والمغربيات كلهم والمغاربه يسولوك علاش سكتي على حق بنتك؟ علاش حتى ولا الاسنس ولا القنوات عاد مشيتي وهضرتي وقلتي ان زين المحارم كان عندك في الدار، وان البنت ديالك كانت خاسره يعني بالهضره الدارجه نتاعنا انها كانت خاسره، وان الاب ديالها دعيتيه انه يقدر هو اللي كان عند هذا المشكل عند بنتك من خلال الراجل ديالك؟ علاش؟ علاش تولات تدخلي الادسنس بفضائح نتاع بنتك؟ علاه انت ما تاجرتيش بنتك؟ علاه انت ما خليتيش بنتك ان قنوات يضربوا في بنتك ويجيبوا في سيرة بنتك وياكلوا في اللحم ديال بنتك؟ على هذه الام، الام الحنون، الام اللي حتى لو كان شي فضيحه عند ولادها فهي تتستر عليهم، حتى الناس الغراب اللي جاوا قالوا لها ولادك ولادك فيهم تتقول لهم لا وتدافع على ولادها وتاكل الناس بسنانها على ولادها. انت هنا لا ما شفناك، انت قلتي ان حتى ولادك بغيتي انك يمشيوا الاصلاحيه، يعني هاد البنات يمشيوا الاصلاح، كيفاش هاد البنات غادي يبغيوك وكيفاش غادي يحنوا فيك وكيفاش غايقولوا امي الساعه اللي انت خصك تقربيهم منك وتحسيهم بالحنان ديالك وبالخوف ديالك وانك تتبغيهم وانك تتحرصي على المشاعر ديالهم وعلى التربيه ديالهم؟ فين كنتي انت يا ودابا داير لنا فيها ان الام اللي بقى فيها الحال من ولادها العاق اللي تيعيروها وتيسبوها وما تيبغيوهاش ومشوهينها ومعايرين على انت ما شوهتيش بنتك، انت ما تاجرتيش بالمشكله ديال بنتك، غنعاودها عاوتاني، ما تاجرتيش بالمشكله ديال بنتك، راه انت هو خصكم المحاسبه. هو كذلك تاجر بنته اللي تيخرج وتيخليها انها تسب في الام ديالها وتعاير في الام ديالها وما تخلي ما تقول في الام ديالها، هو تيدخل الادسنس وتيضحك وتيفرح وتيقول يا بنتي والام ديالك هذيك راه دايره وديره انا عندي. علاه انت ما تاجرتيش حتى انت بنتك؟ علاه ما خليتيش بنتك تتوقع على الام ديالها؟ علاش هذا الشيء ما لميتوش بعضياتكم؟ علاش هذا الشيء نهار بعد نهار جالسين تتكبروا فيه وتتشوهوا في الاسره المغربيه؟ انتوا راه خصكم محاسبه اصلا هاد الشوهه اللي درتوا الاسره المغربيه وهاد الصوره اللي بارطاجيو على الاسره المغربيه ان الاب مع بنته وان الام كانت عارفه وسكتات حتى الراجل بنى حياته. انت عرفتي شنو درتي؟ اما يكون ليا اما ما يكون لغيري، اما يكون ليا اما ما يكونش لغيري. انتقام مرأة، هذا العنوان هذا خصنا نسميو هذا الفيلم ديالكم الدائر انتقام مرأة. النهار عرفت راجلها عاش حياته وغادي في حياته صافي ما بقاتش عندها بلاصة في حياته، تنتقم منه وبغات تصيفطو للحبس. انا نعرف الام الحقيقية هي اللي كانت غتجيب حق بنتها حتى لو من الاب ديالها، حيت الاب هو السند والام هي المحنة. كيف تيقول المثل المغربي، الى مات الاب وسدي الركبة، وإلا مات الأم وسدي العتبة، وهنايا ولادك وسدوا العتبة قبل أنتي باقا في الحياة. ونوضي تقعدي وحاسبي راسك هذا الميساج ليك، وقولي اشنو درت في ولادي؟ راه الفلوس سيفوتوا والشياطين اللي دايرين بيك وتيوسوس لك في دماغك، وديري وديري، راه هادو وليداتك، راه انت اللي خصك تستري عليهم، وانت اللي خصك تحضنيهم، وانت اللي خصك تعطيهم المحنه، وانت اللي خصك توقفي معاهم في الازمات ديالهم، ما تخليهمش الناس غراب، ما تخليش هاد البنت او هاد البنات تالفين ودايخين ما عارفينش مساكن جو ما بين اب مستهتر، اب استغلالي، اب ما عندوش المشاعر نتاع الرجوله، واللي جالس علينا لا انا نوقف مع بناتي، وقف مع بناتك، ما تشوههمش ما تبارطاجيهمش بصوره خايبه.
وجاو مع واحد الام انانيه تتبغي غير راسها وتتبغي غير النقود والادسنس. هاد البنات راه خصهم مساكن معالجه نفسيه. هاد البنات مساكن راه ما خليتو ما درتو فيهم لا انت ولا الاب ديالهم، راه انت من خلالك تسبوا وتقذفوا بالمسخوطات، حيت هما تيطلعوا من الاب ديالهم طبيعه الحال تيسبوا ويقذفوا في الام. وكذلك الام تتعطي واحد الاسرار تاع الدار اللي عطاتها الناس اللي خلاتهم تعيروا في هاد البنات هادو. هو تجيني انا الو بنا السارعه اللي حتى هي خلات هاد البنات دارتهم بزاف، جهلتهم الصراحه جهلتهم. انت قلتي انك جيتي باش تجمعي هاد العائله وعطيتي العهد البارح من خير داك اللايف ديالك وانا غادي نكون معاكم، فين غتكوني معاهم؟ هدني هاد البنات قولي لهم عيب وحشهم هادشي اللي تديرو، ما حتى انت ما تعميكش الطمع وتخرجيهم بواحد البلانات اللي ماشي هما هذوك. انت خرجتي على الراجل ها جالسه وتسخني فيه، انت تخليتيه متغطرس، وهانتي البنات مساكن المراهقات اللي لا حول لهم ولا قوه اللي خصهم دابا الدعم النفسي وخصهم اللي يوقف معاهم وخصهم اللي يحسن من النفسيه ديالهم، خرجتوا عليهم حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. وانت ياك راجل معتقل اشنو جبتي؟ اشنو جاب لاكارطات نتاع البنك في الموضوع؟ وانا واش غنخرج نطلب ولا شنو غادي نديروا؟ الفلوس ما بقاش عندي. شنو بغيتوا باش تكملوا القهوه؟ دويا لو بنا السريع بغيتو باش تكملوا القهوه؟ معتقل وعنده لا كارطات وعنده كل شيء والقنوات مشاو وما بقى عندنا ما ناكل ولا ما نشرب، وبغيتو الناس يصيفطوا لكم راحتكم، راكم طليلي بين. بغيت انايا وانا ما غنسمحش في هاد البنات، وغادي نبقى معاهم واخا ندخل عليهم الحبس ولا واخا ما نعرف شنو ندير فيهم. وماشي ندخل عليهم الحبس، عرفيهم الاصول تاع الاسره المغربيه، عرفيهم راه بنات غدا غتكون عندهم واحد الحياه زوجيه. واش هاد البنات غيتاهلوا انهم يكونوا مواس ويكون عندهم وليدات؟ واش هاد البنات غيصلحوا في وسط هاد المجتمع؟ بالله عليكم هاد الصوره اللي بارطاجيو على هاد البنات انهم مسخوطات ولا انهم عاقات ولا انهم فيهم وفيهم، شكون اللي غيتجرأ ويتزوج هاد البنات؟ خسرتوا ليهم سعدهم، خسرتوا ليهم الصورة ديالهم، وكذلك حتى هما نتمنى انهم يكون اشنو غادي نهضروا مع مراهقات؟ غنهضروا مع مراهقات راه مراهقات وتيتحكموا فيهم ساكن كيما بغاو. الام تخرج تشوههم من هنا، الباب تيخرج يشوههم من هنا، حسبي الله.